يا ست ام نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يرضيكي. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة يا ست الكل. يعني بصلى على النبي، كنت صلى الله على حضرتك. عايز اسأل يعني عن العلاقة الزوجية، يعني مالها؟ مش يعني مش في فضيلة الشيخ كده، يعني لا بيقول كلمة كويسة ولا طيب خاطري كده بأي حاجة، ولا مش عارفة يعني الواحد يتعامل ازاي. طيب حاضر حاضر. خليني بس ارجع لست ام نور وبتتكلم عن العلاقة الزوجية. البيوت تبنى على الحب وتبنى على الود لا على الند، اللهم الا اذا كان الطرف الاخر معاند، فالعند يورث الكفر والعند يهدم البيوت. الكلمة الطيبة للغير صدقة، فكيف الحال في بيتك؟ البسمة في وجه المسلم عموما صدقة، فكيف الحال في بيتك؟ ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم حتى عن العلاقة الزوجية في القرآن الكريم لفت النظر لكلمة خطيرة لازم نقف تحتيها، نقف عندها ونحط تحتيها مليار خط. قال ايه؟ وقدموا لأنفسكم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاب على الناس اللي أعزكم الله زي البهايم، تعمل ايه؟ تضرب نسوانها الصبح وبعدين تريد لقاء زوجيا آخر الليل. كيف هذا يستقيم؟ ما يستقيمش. وربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا وقدموا لأنفسكم، فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم تنقل لنا السيدة عائشة عن معاملته النبي صلى الله عليه وسلم، معاملته ايه؟ فكانت تقول كنت أمضغ العرق، أمضغ العرق وأنا حائض، فأتركه فيأخذه صلى الله عليه وسلم وأمضغه مكاني، ويكون ناولين المصلاة فتقول إني حائض، يقول سبحان الله أوحيضتك في يدك. سيدنا الحبيب يخش يلاقيها بتلعب ونامت واللعبة في حضنها، وصحابها سابوها ومشوا، فيشيلها صلى الله عليه وسلم ويحطها في مكان نومها اللي احنا بنقول عليه سريرها. شفتوا الرحمة؟ شفتوا اللين؟ شفتوا الود؟ شفتوا الجمال؟ لكن العند يورث الكفر والعند يهدم البيوت، وخلي بالكم الجفاء يهدم أي بيت.